بشيرك في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج صحتك مع العجوز. أه واحده من اكثر الـ الـ المشكلات اللي بتواجه الكثير من الناس في الفترات الاخيره، وابحاث كثيره بدات ان هي تتكلم عن أه مشكلات السمنه او زياده الوزن او ارتفاع الوزن انه له علاقه وطيطه وكبيره بآلام القلب والشرايين و العظام وحتى في بعض الدراسات قالت انه السيده الحامل اللي وزنها سمين احتماليه اصابه الطفل بمشكلات مرضيه هي تزيد وكبيره جدا اعتدنا في الفترات الأخيرة على الوجبات السريعة والتكاوي والفاست فود ودي من الحاجات اللي عملت زيادة كبيرة في معدلات السمنة طبعا بجانب الرفاهية المفرطة في الحياة من استخدام ان انت تقدر تستعمل اي حاجة من خلال التكنولوجيا بشكل كبير فده ادى الى زيادة في الوزن وبالتالي ادى الى مشكلات صحية كبيرة يتم معالجتها عن طريق بعض الاجراءات الجراحية واحدة من أفضل الإجراءات الجراحية هي المناظير المتقدمة تستخدم في أمور كثيرة جدا هنتكلم فيها النهاردة مع ضيفي العزيز اللي منورني دائما وأبدا الدكتور أسامة رفاعي مدرس واستشاري الجراحة العامة والموازين بكلية الطب الأسرعيني أهلا بك دكتور أسامة أهلا بك أهلا بك أهلا بك وإحنا بنتكلم النهاردة عن واحدة من أكثر الجراحات المتقدمة وهي المناظير المتقدمة وكيف نستخدمها وإيه الاستخدامات المختلفة لهذه المناظير تمام احب الاول أحييك على الدخله الجميله جدا والتاكيد على اهميه استخدام المناظير الجراحيه كتا. ودي الحقيقه انا احب ابدا بيها وان المناظير الجراحيه دلوقتي فيها تقدم كبير جدا وبنقدر نعمل بيها تقريبا كل حاجه مم. وده الحمد لله يعني ده من نعم ربنا على الانسان ان احنا دلوقتي باستخدام المنظار الجراحي نقدر نعمل عمليات السمنه المفرطه زي ما حضرتك بتقول بنعمل عمليات الفتاء بجميع انواعها بنستخدمه دلوقتي المنظار في جميع عمليات الطوارئ تقريبا حالات الطوارئ الجراحيه استئصال الطحال استئصال الزائده الدوديه طبعا بالاضافه الى الاستخدامات الكلاسيكيه بتاعه المنظار زي المراره مثلا بالمنظار وخلافه الحقيقه المنظار الجراحي احب اقول طبعا للساده المشاهدين المنظار الجراحي ده عباره عن جهاز بنفتح فتحات في الأرض صغيره جد جدا جدا يعني اه في بعض الاحيان ما بنستخدمهاش غرز يعني عايز آه اقول بعد ممكن بعد سنه مثلا ولا حاجه ما يبانش ان ان المريض اصلا عامل كان عامل اي عامل اجراء عامل جراحي قبل كده بالظبط كويس آه فتحات صغيره جدا تقريبا الفتح حوالي نص سنتي آه بدخل منها الالات بتاعتي وبدخل منظار الكاميرا بتاعتي وبقدر اعمل كل حاجه اللي انا كنت بعملها آه عن طريق الجراحه أو عن طريق الشق الجراحي, الجراحي المعتاد الكلاسيكي بقيت بعملها فتحات صغيره جدا كويس طيب ايه مميزات دوت يعني دكتور قبل ما نتكلم عن مميزات المناظير المتقدمه خلينا نقول انه في بعض الاحيان وفي بعض الحالات كنا نسمع انه خايف يدخل اوضه العمليات بسبب الجراحه والمضاعفات الجراحيه اللي بتسبق او اللي بتكون بعد الجراحه. هل المناظير الجراحيه واحنا بنؤكد المتقدمه وكلمه المتقدمه ما بين قوسين هي كلمه ذات اهميه أه واعتقد بالزبط انه بالزبط آه 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 مستشفى دار الفؤاد اللي حضرتك يعني احد اعضاء الاستشارين الموجودين فيها بتحرص دائما وابدا على تقديم مثل هذه الخدمات خدمات المناظير المتقدمه. آه نقدر نقول ان هي الاكثر آه امانا آه الان. آه ده بالتاكيد ده بالتاكيد طبعا ده بالتاكيد طبعا ال 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 المناظير دلوقتي المتقدمه بينا بنقدر زي ما قلت لحضرتك يعني بقت امنه جدا خلاص نقدر آآ نعمل بيها تقريبا كل حاجه من غير ما ده يصيب يعني بيجنب المريض عايز اقول لحضرتك مضاعفات كثيره جدا أوه. جدا يعني الحاجات كتيرة جدا زي ما حضرتك كنت بتقول كده المريض كان بيبقى خايف منها قبل قبل استخدام المناظير دلوقتي بقينا دلوقتي بقينا بنعملها بدون ما بنبقى خايفين من هذه المضاعفات اقول لحضرتك مضاعفات زي دي زي ايه مثلا زي الشق الجراحي ده ابسط حاجه خالص في التهابات 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 بعد العمليات التهابات بعد العمليات التهابات بعد العمليات آه دي آه كانت بتحصل كتير جدا جدا بعد طمع. عمليات زي عمليات الطوارئ مثلا آه او التهابات الزوائد الدوديه او حتى عمليات السمنه المفرطه اللي احنا هنتكلم فيها. يا دكتور دكتور آه اسامه انه انه الم المناظير الجراحيه آه من مميزاتها ومن الايجابيات الخاصه بالمناظير الجراحيه آه ان هي بتقلل من الكومبليكيشنز او المضاعفات اللي بتسبق العمليه الجراحيه. اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا انا عاوز اقول حاجة, حاجه انت مثلا دلوقتي احنا بنتكلم على اي استكشاف جراحي او اي عمليه جراحيه بتتم عن طريق الشق الجراحي العادي اولا المريض بيقعد بعد العمليه ممكن ثلاث واربع ايام وخمس ايام واقامه اطول كثيرا <applause> يعني ممكن. احنا دلوقتي يا دكتور اسامه نقدر نقول انه اقامه المريض إيه 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 طبعا مع المناظير الجراحيه طبعًا. هي اقامه هنقول ان هي اقل بكثير جدا بكثير جدا, جداً من جداً. الـ من الجراحه من العاديه من الجراحه العاديه واقل مضاعفات واقل تكلفه واقل تكلفه ودي نقطه مهمه جدا اللي برضه عايز اكد عليها ليه؟ لانه كتير جدا يقول لك مثلا المنظار ده مكلف أكتر او ان انا هحتاج نقطة ادفع أكتر مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا كل الناس ودي طبعًا. حاجه طبعا لازم نبقى يعني متاكدين منها في الاعتبار يا بالظبط بالظبط الفكره في الاي الفكره أنه حضرتك انت لما بتعمل العمليه بالمنظار اي عمليه عموما عن الجراحه ممكن حضرتك تدفع اكتر شويه وقتيا بس حضرتك هتقعد في العمليه في 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 المستشفى اقل حضرتك هترجع لحياتك الطبيعيه اسرع كتير بدل ما هتاخد اجازه اسبوعين وثلاث اسابيع لا ده يعني في بعض العمليات احنا بينزل شغل وبعديها بيومين أوه. تمام يعني كأنه فعلا ما عملش حاجه خالص ف... فدي النقطة اللي احنا عايزين نستثمرها الميزانية عليها. بتوفر في الوقت بالظبط كده الم... بالظبط المضاعفات ال... أقل بكثير جدا بكثير جدا كويس إيه المضاعفات مثلا اه زي يعني اه لما نيجي نتكلم بقى عن الميزة بالضبط. خلينا نحط المشاهد أيضا في تمام. العيوب المصاحبة للمناظير الجراحية في بعض الحالات عايز أقول حاجة دلوقتي مع التقدم اللي احنا بقى فيه ده تقريبا بقت العيوب لا تذكر يعني بقت عيوب يعني بقت عيوب المنظار الجراحي تقريبا بقت لا تذكر يعني دلوقتي يعني بقت في حاجات بقت ستاندرد فيها المناظير زي مثلا زي عمليات السمنه المفرطه كلها بقت <سؤال> ستاندرد بالمناظير كتير مثلا زي عمليات الفتاز المتحرك دلوقتي بقت كتير جدا يمكن الناس ما عندهاش ثقافه بتاعتها قوي بس بقت في ناس دلوقتي كتير بقوا لي في العياده ويطلبوها يقول لي لا انا عايز اعمل بالمنظر بالمنظار سمعت ان انا بنزل الـ 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 الشغل اسرع حتى عمليات استئصال القولون وخلافه كل الحاجات دي كلها بالمناظير دلوقتي بتحقق نتائج اعلى بكتير جدا من الجرحى العاديه كويس ده ياخدني يا دكتور اسامه فضل. لسؤال لكل المشاهدين واحنا لما جينا جبنا سيره السمنه او جراحات السمنه المفرطه هل جراحات السمنه المفرطه امنه مع استخدام المناظير المتقدمه كويس ان حضرتك سالت السؤال ده دلوقتي أنا عايز لازم الناس تبقى فاهمة حاجة مهمة جدا، <applause> ان مريض السمنة المفرطة ده هو أساسا في خطر عظيم، يعني هو للأسف الناس في ناس كتير جدا جدا بتيجي العيادة ويقول يا دكتور أنا خايف جدا من العملية، أصل فلان مش عارف عامل عملية وحصل له مضاعفات حصل له تسرب حصل له مش عارف كذا آه بقول له يعني أنا أنا مريض السمنة المفرطة ده أنا بقول له حضرتك أنت مش بموضع موضع رفاهية الاختيار، <applause> حضرتك أنت دلوقتي قاعد قدامي كمريض سمنة مفرطة شاب ممكن يبقى عنده 30 35 سنه دي الكارثه كويس جدا كويس جدا و و بس حضرتك كمان خمس سنين هيبقى عندك سكر ممكن يبقى عندك ضغط هتلاقي عندك امراض في القلب حاجات كتيره للاسف من دي كمان ده الجانب العضوي ده الجانب العضوي المضاعفات لا رجعت فيها آه. يعني هو لو لا قدر الله جات له جلطه في القلب خلاص كفاءه القلب هتضعف لا رجعت فيها حتى ساعتها لو جه عمل العمليه مش هيرجع حياته طبيعيه بالاضافه طبعا بقى الى الجانب النفسي اللي حضرتك طبعا زي ما حضرتك بتذكره بالظبط طبعا معظم الناس المصابه ب اه طبعا والتنمر وطبعا مش مكتئبين وبتلاقيهم عاده مش منطلقين طبعا في شغلهم بيبقى طبعا بي يعني ما بيحاولش ان هو يتواجد في اجتماعيات كتيره طبعا كتير جدا من البنات للاسف ممكن يتاخر سن جوازها بسبب الموضوع دوت فطبعا انا بقوله انت حابس نفسك يعني السمنه دي كانها سجن كبير انت حابس نفسك جوه هذا السجن. ف. دلوقتي عايز اقول لحضرتك دلوقتي كل مضاعفات عمليه مثلا التكميم او كده لا تتجاوز في 1 عن طريق؟ عن طريق وموضح بقى عن طريق, طبعاً طريق طبعاً المناظير طبعاً الجراحيه طبعا عن طريق المناظير الجراحيه المتقدمه وباستخدام الالات ودي برضو نقطه مهمه آه جدا برضو احب اكد آه عليها ان باستخدام يعني انا عايز اقول لحضرتك لان للاسف للاسف برده في كتير جدا من المرضى تلاقيه يسال عند الدكتور فلان والدكتور علان و وينقي اقل واحد فيهم في السعر في التكلفة، يبحث عن التكلفة الأقل بالزبط. بالزبط. ولا يبحث عن الآلات المستخدمة بالزبط. بالزبط. داخل بالزبط. العملية بالزبط. ودي مشكلة كبيرة آه جدا طبعا. ودي مشكلة كبيرة جدا وبيجي للأسف مرضى كتير عاملين يعني عمليات عند يعني سين وصاد الناس بالضبط أه. وتلاقي للأسف جايب مضاعفات ويقول لك الحقني وساعتها بقى أدفع اللي أنا طب ما أنت من الأول لازم تختار الطبيب الثقة كويش. الامين اللي انت متاكد ان هو هيستخدم الالات الـ الـ الكويسه الالات لان طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا الآلات دي فيها كتير جدا كتير وانواع و... جدا آه وفيل وهكذا <applause> حتى طريقه استخدام الالات ومهاره الجراح طبعا آه كتكون تكون طبعاً. آه مع الاله آه عامل رئيسي طبعا واساسي كل ما الطبيب اشتغل حالات كثيره نسب النجاح كانت كبيره استفاد وتعلم على ايدي خبراء مش بس تعلم في المرضى بدون ده بيفرق كتير طبعًا جدا طبعًا في في الحال آه بص هقول لحضرتك حاجه اولا آه مش بس مهاره الطبيب لا ده انا بقول لحضرتك بقى مهاره الفريق لان آه هو آه ديمو لا دي نقطه مهمة, مهمه جدا وانا احبها جدا واحييك عليها جدا آه طبعًا, طبعا دي مهمه جدا آه مريض السمنه المفرطه الحقيقه مش محتاج طبيب ماهر محتاج فريق ماهر دي بقى اولا مريض السمنه المفرطه دي ده دي تتحط طبعا ده مهمة جدا حتى قوسين طبيب السمنه المفرطه لا يحتاج مهر. الى طبيب ماهر يحتاج الى فريق من مهر. الاطباء الماهرين هقول لحضرتك ليه اولا مريض السمنه المفرطه ده كقبل العمليه محتاج طبيب تخدير كويس جدا يعمل له اسسمنت ده اساسي في كل حاجه الاناسيزيا دول اهم ناس بس مريض السمنه المفرطه ليه؟ لان مريض السمنه المفرطه م. بيبقى عنده غالبا مضاعفات غالبا عنده ضغط غالبا عنده سكر اللي هي الكوموربيدز اللي احنا بنسميها كوموربيدز او الامراض المصاحبه لمريض السمنه مريض السمنه المفرطة. السمن المفرطه مش اي دكتور تخدير يقدر يديله البنك م. فلازم يتعمل له اسسمنت كويس جدا قبل العمليه تشخيص جيد بالظبط آه. ده رقم واحد رقم اثنين آه محتاج آه آه كتير منهم بيبقى محتاج سايكاترست آه محتاج دكتور نفساني كويس جدا يشوفه لانه انا عايز اقول لحضرتك في بعض المرضى ودي بتحصل بعد العمليه بقى تلاقي بقى المريض بعد العمليه عامل العمليه بعد مثلا خمس ست شهور اللي هو بدا يقدر إيه ياكل كويس تلاقيه يقول لك انا باكل وعلى طول عمال ياكل ما بطلش اكل ده لو يعني بعض الناس بتستخدم الاكل كعلاج نفسي اللي هو انا متضايق فانا هاكل شغلاطات وهاكل 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 نوع من انواع الاكتئاب بالظبط كتير قوي هذا على هذا الشخص لو أنت ما 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 عملتلوش ديتكشن قبل العملية ووجهته صح وعالجته الأول نفسياً، هيعمل عملية وهيفشل. ده شيء من الأمانة العلمية طبعاً والمهارة. طبعاً. دي نقطة مهمة آه جداً. الطبيب يهمه مش بس إنه يعمل طبعاً. عملية، طبعاً. يهمه إنه تنجح الجراحة. بزبط. بعد ما خلص إنه في دور كمان على المريض. بزبط. كلما ارتفع وعي وثقافة المريض بزبط. وحالته النفسية كلما زاد نسب. دي نقطة نجاح مهمة العملية. جداً. النقطة الثالثة آه آه أنا بقى كجراح. محتاج ان انا اختار له العمليه المناسبه. في كتير جدا برضو من العيانين او تقريبا كل العيانين النهارده على اليوتيوب وعلى جوجل وبتاع يخش ويقعد يسمع, يسمع 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 ويجي يقول لي انا عايز اعمل تحويل مسار. اه عايز اعمل تحويل مسار كلاسيكي كمان. اه أيوه. لما حد حضرتك بالظبط حضرتك حضرتك عايز تعمل تحويل مسار ليه؟ آه لا اصل انا سمعت ان هو ده بياكل براحته وما بيرجعش يتخن بعد كده اذا كدا. كان من الاشخاص اللي بيحبوا السكريات او الحلويات او الاكل طيب. فيلجأ الى تحويل بالظبط طب آه. حضرتك عارف ايه عيوبها حضرتك مم. عارف ايه المضاعفات اللي ممكن حضرتك تت... تت... إيه يعني تتعرض ليها على المدى القريب او على المدى البعيد لا أعرفش طب حضرتك اصلا نوع اكلك ايه يقول لي لا انا باكل كتير عادي بس طب بتحب الحلويات لا ما بحبش الحلويات طب حضرتك عندك سكر من النوع الثاني لا ما عنديش سكر من نوع حضرتك مش مناسب ليك عمليه تحويل المسار الكلاسيكي <applause> هنا بقى هنا بتيجي بقى امانه الطبيب ان هو يختار للمريض الحاجه المناسبه ليه حتى لو على يعني ضد هواه لانه للاسف زي ما قلت المعلومات المغلوطه كتيره جدا كتير جدا يبدا يسمع كلام على اليوتيوب او من صحابه او من الجروبس واتساب او جروبس الفيسبوك او كده ويجي مكون فكره إنه هو لا أنا معتقد أن هو ده الصح. لا ومن عيانين آخرين وما إلى ذلك. بالظبط. طيب خلينا نسأل هنا يا دكتور أحمد يا دكتور أسامة أنه في شيء مهم جدا أنه ما هي الجراحات؟ يعني إمتى آخذ الإجراء أن أنا أعمل تكميم؟ وإمتى آخذ الإجراء أن أنا أعمل تحويل مسار؟ تمام. بصوا حضرتك ده سؤال طبعا جميل جدا لان دي يعني تقريبا مفيش مريض سنه آه مفرطه دماغه في بياخد قرار عمليه الا إيه لما لازم بيسال هذا السؤال وده بتبقى حاجه من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لك بالضبط بالظبط بالظبط آه اللي رد على هذا السؤال وانا عايز ان في ناس بتتصل بيا على التليفون يقول لي يا دكتور آه طب انا اعمل ده ولا اقول له لا يمكن اقول حاجة بالتليفون ده محتاج اسسمنت آه كويس جدا جدا للمريض قبل العمليه آه لازم الاول تاخد كل الباترن بتاع الاكل بتاعه يعني هو حضرتك هل بتاكل اكل كتير هل بتحب حلويات كتير ولو حضرتك بتحب كلنا بنحب الحلويات تقريبا طب حضرتك بتاكل حلويات كل قد ايه النقطه بقى اللي, اللي, باكد عليها حضرتك هل هل حضرتك بتاكل حلويات عشان مكتئب يعني هل الموضوع ليه مود له علاقه نفسيه ليه علاقه بالمود بتاع حضرتك يعني ولا ولا ليه علاقه بان انا بحب الاكل عموما بما فيهم الحلويات دي نقطه مهمه جدا النقطه الثانيه اللي بنحدد عليها هذا الإجابة على هذا السؤال هو وزن المريض أو مش الوزن المطلق يعني أو طبعا هي معامل كتلة الجسم اللي هو البي ام اي دايما عادة البي ام اي القليلة شوية اللي هي مثلا أربعينات أيوة دي بنفضلها التكميم لو تكميم. طبعا ما فيش حاجات تانية بي. لو ما فيش سكر لو ما فيش لو ما فيش مع... اعتبارات اذا كان مش مصاحب ليها امراض مزمنه بالزبط. اخرى بالظبط <applause> انما مثلا لو البي ام اي بقى اللي هو مثلا فوق ال فوق 50 وستينات <applause> وكده طبعا ده بقوله طبعا ان التكميم يعني ممكن ما يدكش النتيجه المرضيه قوي تمام <applause> <applause> يبقى معامل كتله الوزن ده ده الحاجه الثانيه اللي بنحدد عليها الحاجه الثالثه والمهمه جدا ان هو المريض خلي بالك مريض التحويل ده محتاج ياخد مالتي فيتامينز ودي نقطه مهمه جدا وللاسف ناس كتيره جدا بتغفل عنها بيحتاج ياخد مالتي فيتامينز وبالتالي بيحتاج فولو اب ومتابعه مدى الحياه كويس آه انا عايز اقول لحضرتك ان في مرضى انا بيبقى جاي بس انت لما بتقعد مع المريض وتعرف حياته وتعرف كل حاجه عنه انا بنصح اقول حضرتك مش هتتابع آه. حضرتك مش هتقدر تاخد مالتي فيتامينز طول حياتك يعني اللايف ستايل بتاعه مهم جدا آه مهم جدا, مهم جداً وده بيتاخد جداً في الاعتبار مهم جدا ليه ليه ما شفنا عيانين كتير جدا انا عملت عمليه التحويل وخسيت والحمد لله وكويس جدا وباكل كويس وبتاع انا مش هاخد فيتامينز انتوا دكاتره بالظبط انتوا عايزين آه قبل ما نكمل على هذه آه. النقطه والعيان بتاع التحويل اللي يحتاج الى فيتامين خلينا ناخد اتصال تليفوني استاذ خليل اهلا بيك استاذ خليل انقطع الاتصال مع استاذ خليل ارجوك تواصل معانا مره اخرى طيب احنا بنتكلم آه. عن انه في بعض العيانين اللي بيعملوا آه. تحويل مسار او عيانين تحويل المسار يحتاج انه يمشي على لايف ستايل معين بالظبط فايتامين بشكل مستمر ولازم يعمل آه. فولو اب ومتابعه يعني سواء نصف مع سنوية, أو سنوية مع جلديه آه مع مع بتاع النيتريشن بتاع التغذيه بيتابع بالظبط لازم برس. فلو مريض ما عندوش هذا الاستعداد في مرضى يقول لي لا انا خلاص انا انا ما بحبش الدكاتره ما بحبش المستشفيات آه. ما بحبش اروح آه. لا يبقى حضرتك لا يناسبك عمليه تحويل المسار كويس تمام آه فالنقاط دي في حاجات تانية اخرى زي مثلا مريض الارتجاع مم. او مريض فتق الحجاب في الحاجز لو مريض كويس. عنده ارتجاع عنيف ده طبعا لا نفضل ليه عمليه التكميم لان التكميم ممكن كويس. في بعض العيانين بتزود جدا نسبه الارتجاع فتلاقيه عملت له تكميم حتى لو هو وزنه مناسب وكل حاجه بس تلاقيه بعد العمليه بيشتكي مر من... الشكوى من الارتجاع كويس طيب قبل ما العيان ده يشتكي من الارتجاع ناخد صوت يكون خليل اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيك استاذ خليل اتفضل آه في جرثومه ممكن جرثومه هنجاوب رسومة. هنجاوب حضرتك استاذ خليل ماشي يا استاذ خليل بشكرك شكرا هنجاوب على حضرتك يا استاذ خليل اسمعني من التلفزيون دكتور اسامه جرثومه المعده الحقيقه لا جرثومه المعده دي مش بتتشال بالمنظار الجراحي طبعا هي دي بتبقى علاجها اساسا دوائي هو بيحتاج ان هو يروح لطبيب امراض متوطنه آه لازم الاول تتشخص يعني لو هو لسه ما تشخصش يعني ولو تشخص ده بتبقى بعلاج دوائي بتبقى لمده حوالي اسبوعين وفي اغلب الاحوال يعني المريض بيشفى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. نرجع مره ثانيه نرجع ثاني مره نتكلم عن ازاي نختار للمريض نختار العمليه الامثل آه. بالظبط آه زي ما قلت لحضرتك ان هو في عوامل كتيره جدا ليس عامل واحد فقط اللي احنا بنختار عليه ان المريض ده يناسبه التكميم او تحويل المسار آه لازم لازم العوامل دي كلها يعني هو كيس باي كيس احنا م. كل مريض بيجي يقعد معايا لازم زي ما قلت لحضرتك باخد طريقه اكله باخد اللايف ستايل بتاعه باخد هل هو عنده استعداد ان هو يتابع بعد كده وياخد مالتي فيتامينز مدى الحياه ولا لا مدى حبه للسكريات مدى زي ما قلت الثبات النفسي بتاعه هل هو ثابت نفسيا ولا هو هو في بعض الناس برضو مش بس الحلويات في واحد يقول لي مثلا انا 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 كل ما اتضايق لازم اكل <applause> ده المريض ده نوع المرضى دي يعني 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 اقدر اقول انه دكتور اسامه او الفريق الطبي عموما في المستشفيات بشكل عام سواء مستشفى العجوز او مستشفيات الحركة بتنتمي اليها بيكون بيعملوا زي عمليه من العمليات الكامل للعيان بالظبط كده انه من جميع النواحي كويس من جميع النواحي كويس تمام خطوه بخطوه بناء عليها بالظبط بناء عليها بقول للمريض انت احسن حاجه ليك تكميم المعدة انت كويس احسن حاجه ليك تحويل المسار آه بعد دي خطوه قبل العمليه قبل العمليه بالظبط نيجي بقى لخطوه العمليه طبعا خطوه العمليه مهمة جدا يعني احنا ليه بنقول الكلام ده لان احنا عايزين نزود الوعي عند المرضى للاسف آه في مرضى كتير جدا بيقعوا ضحايا بقى اللي هو الدكتور اللي يروح آه يلا ياخد العيان انت عايز تعمل تحويل مسار يلا هوب نعمل تحويل المسار وبعد العمليه ما اعرفكش آه النقطه المهمه جدا هو المريض ولا اتعمل له اسسمنت قبل العمليه جوه العمليه ما يعرفش هو تم استخدام الات ايه ولا يعرف اي حاجه حصلت جوه العمليه بعد العمليه ما فيش اي متابعه. كويس. احنا اتكلمنا قبل العمليه، طب نيجي خطوة العمليه، مهم جدا ان كل مريض يبقى داخل يعمل عمليه عارف كويس جدا ايه الالات اللي هيتم استخدامها. ااا آه لان دكتور اسامه آه، اسمح لي آآ يعني اقطعك هنا، الشخص لما بيروح يصلح عربيته بالظبط بيسال بالزبط. عن ايه الحاجه بالزبط. اللي هتركب فيها؟ اصليه بالزبط. ولا مش اصليه؟ بالزبط. مستخدمه ولا مش مستخدمه؟ استيراد ولا بالزبط. جديد؟ فما إيه بالك بقى واحد داخل داخل آآ 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 عمليه في جسمه بالزبط. الحاجه اللي بتحصل بالزبط. في بعض الاحيان لا يمكن آآ آآ علاجها بالزبط. مره اخرى وعشان كده وعشان كده دايما في النقطه في دي انا دايما م. اقول ايه لاي عيان الغالي ده هو رخيص. امم حضرتك لما بتستخدم ادوات يعني مستخدم عالميا ادوات مضمونه يعني كجودتها حتى لو هي غاليه بس ده صدقني رخيص ليه لان حضرتك بتشتري صحتك بهذا الموضوع كويس تمام فدي نقطه مهمه جدا لازم اسال الطبيب بتاعي حضرتك هتستخدم ادوات ايه هل ادوات الامريكي المعروفه اللي كلنا بنستخدمها ولا الادوات الصيني مثلا او او الحاجات اللي يعني جودتها اقل انا بس شوية. عايز اؤكد على حاجه انه فرق التكلفه هنا وفرق عمليه اخرى انا عايز اقول لحضرتك بقى حاجه أه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه اغلب الجراحين اللي بيشتغلوا باسعار قليله جدا عايز اقول لحضرتك ان هم يمكن بيكسبوا اكتر من الجراحين اللي بيشتغلوا غالي اكيد طبعا ليه هو بيوفر في حاجات كتيره جدا في تفاصيل كتيره جدا ممكن الجراح يوفر فيها على حساب المريض للاسف للاسف أه وللاسف في بعض الناس للاسف بتعمل كده للاسف فمهم جدا ان انا اسال على كل التفاصيل قبل ما ادخل وده حق المريض كويس. وده حق المريض وانا المريض اللي بيسالني كده بالعكس ده انا يعني انا يمكن ده انا بحترمه جدا وبحبه جدا واقول له كل التفاصيل يسال ويستفسر ومن حقه, حقه. ما دام حاجه في داخل جسمه آه لكن خلينا ناخد صلاه تليفوني استاذ مصطفى اهلا بيك <applause> استاذ مصطفى <applause> 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 اتفضل يا استاذ <سيد> مصطفى الايه استاذ مصطفى انا انا مش سامع حضرتك كنت عايز تكميم للمعده أوه. تكميم للمعده اه تكميم ف... للمعده تمام ليه اخترت اجراء التكميم للمعده؟ ليه مش تحويل المسار؟ ليه مش بالون الم... ليه لماذا اخترت تكميم المعده؟ أوه. تمام يا استاذ مصطفى الدكتور اسامه هيرد على حضرتك <applause> هو يعني طبعا استاذ مصطفى يعني أه نموذج اللي انا كنت لسه اه طبعا عشان كده سالته أه يعني ليه اخترت بناء على إيه يعني, يعني المريض أه للاسف أه هو مش عارف غير اعمل تكميم يعني يعني شاف أه حد من اصدقائه أه آه آه عمل تكميم وخف كويس خلاص يبقى هي ديت الكويسه هو طبعا بقول له مصطفى ان هو طبعا حضرتك يعني لازم طبعا يعني تختار طبيب آه كويس وامين حاجه تثق فيه كي. وتروح له طبعا لازم الكلام اللي انا قلته بقى قبل كده اللي هو لازم حضرتك يعمل لحضرتك تقييم شامل تشخيص بشكل جيد وتعرف هتستخدم ايه وما ذلك بالظبط كده وحال حضرتك عندك امراض اخرى او كده وبعد كده بناخد القرار المظبوط اللي هو حضرتك تعمل تكميم او تحويل قبل ما ليه للفتاء وازاي المناظير المتقدمه ازاي بنستخدمه وازاي بنعالجه خليني اسال هنا سؤال مهم جدا ويكاد يكون في اذهان بعض الناس اللي كانوا وقعوا ضحايا لاجراء جراحات السمنه المفرطه زي التكميم ولم تنجح الجراحه تمام كيف يتعامل او كيف تتعامل مستشفى العجوز والدكتور اسامه مع مثل هذه الحالات تمام آه طبعا كو... طبعا مهم جدا لان للاسف الحالات دي آه بقت, كتير. آه. بقت كتير بقت كتير بقت كتير هي طبعا النقطه طبعا مهمه جدا في هذا في هذا الموضوع انه عمليات التصحيح او عمليات الاعاده م. اللي احنا بنسميها الريفيجن يعني بتاعة بارياتيك دي مهم جدا 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 اختيار فيها بقى دي اهم حاجه فيها اختيار أيوة. الجراح دي نقطه مهمه جدا لازم نختار الجراح يكون مشتغل حالات زي كده عدد كافي لازم يكون عنده الخبره لان هنا الحكمه في اتخاذ القرار اهم من يعني اهم من اي حاجه ثانيه آه لانه آه مش سهل جدا دي برضو كيس باي كيس جدا يعني لازم أوه. كل مريض أوه. كل كل مشكله في <applause> آه. 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 جدا مثلا طبع. من الحاجات مثلا عاملين تكميم من خمس وست سنين وبدا يرجع يتخن تاني يعمل الاشعه السريدي دي على المعده يلاقي أنه هو حجم المعده كبرت لا انا عايز اعمل تكميم تاني م. اعمل لي تكميم تاني برضو ما بتجيش كده خالص لانه حضرتك عملت تكميم غالبا غالبا ما تعملكش تقييم كويس عشان كده حضرتك فشلت بعد العمليه او حضرتك اتبعت عادات غذائيه غلط خاطئة. بعد العمليه كويس. وما تبعتش بعد العمليه فبالتالي لازم نبحث سبب الفشل ما هي دي اهم حاجه ان هو ليه حضرتك عايز تعمل اعاده للعمليه هنا المغزى وهنا دي اهم حاجه مش موضوع بقى هو ايه ده انت عايز تيجي تعمل عمليه تانية يلا اعمل لك العمليه تاني على طول دي دي, دي دي اهم نقطه يعني في بعض المرضى ممكن اقول لهم حضرتك مش هتعمل تاني او حاجة يعني انا مش هعمل حاجة اي عمليه تاني، ليه؟ لانه حضرتك باللايف ستايل دوت بالكونسبت وبالمفاهيم اللي حضرتك ماشي بيها دي مهما عملنا لك اي حاجه حضرتك لازم هتشتغل يعني فعلا عيان ممكن يجي لدكتور اسامه ودكتور اسامه آه يقول باللايف ستايل ده اه طبعا, آه طبعًا اجرائي للج... لهذه آه طبعًا الجراحه ما هي اجراء غير ناجح هنرجع تاني آه بالظبط ما هنرجع تاني بقى للفريق كويس هو احنا ما كملناش احنا كنا وقفنا جوه العمليه آه بعد العمليه بقى هنا يجي بقى المتابعه وهنا اللي يفرق يعني في رايي الشخصي الجراح من جراح بعد العمليه بعد العمليه مهم جدا 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 لا يقل عن جوه العمليه او قبل العمليه <applause> المتابعه بعد العمليه مهمه جدا يعني في ناس كتير جدا بتفتكر ان هو انا طالما خصيتي يبقى انا خلاص كده انا لا طبعا خويس. هو يعني طالما طالما حضرتك لسه عامل العمليه يبقى لازم تتابع معايا مش معايا انا وبس حضرتك لازم بتتابع معايا ولازم بتتابع مع الاهم بقى اللي هو يعني شخص مهم جدا في الفريق الطبي وهو النيوتريشنست او يعني طبيب التغذيه كويس <applause> ده مهم جدا ليه بقى لان طبيب التغذيه في الواقع بعد العمليه بيبقى دوره اهم بكتير جدا من الجراح يعني الجراح بيبقى دوره مهم جدا في الفتره في داخل بعد غرفة العمليات, العمليات وبعد بعد العمليات بالظبط كده ليه عشان لو في لا قدر الله مضاعفات او كده يلحقها بالظبط كده ويتعامل معاها انما اللونج تيرم بقى ده ده مهم جدا برده مع طبيب التغذيه في بعض الناس وده اعتقاد خاطئ انا هعمل العمليه وهخس وخلاص يعني لا طبعا دي حضرتك مع العمليه العمليه دي يعني انا بشبهها زي ايه؟ زي واحد كده عايز يطلع طريق وانا بديك زقه اه هي عمليه مساعده وليست عمليه انما إرادة آه حضرتك مش هي البناء الاساسي بالظبط كده اراده آه. حضرتك وانك تعمل تعديل لللايف ستايل بتاعك لعاداتك الغذائيه هي الاساس م. هي الاساس وده اللي بيفسر دلوقتي حالات الحالات يعني ازدياد عدد حالات التصحيح لانه كتير جدا بيعملوها وزي ما قلت لحضرتك انا عملت العمليه وخسيت كويس فانا خلاص كده انا المفروض معايا شهاده ضمان ان انا ما خلاص, خلاص كده 10 سنين طبعا ده طبعا حضرتك آه. لو ما التزمتش بنظام غذائي وبرياضه بشكل حتى ولو بسيط واحده بالزبط. واحده بعد ان تشفى تماما ممكن جدا جدا من ممكن تعود عساني. مره اخرى طبعاً بنفس الوزن طبعاً وفي بعض الاحيان أضعاف كمان اه بالظبط يقول لك طب آه آه طب ركب لي حلقه بعد التكميم طب هو عاوز يهرب من النقطه دي ان انا ما يعني انت اعملي اي حاجات تخليني ان انا ابقى بص انا عايز اكل تاني وزي بالزبط الاول واكتر واخس برضه طبعا احنا معانا دكتور اسامه صور لبعض الحالات هذه الحالات عملت بعض الاجراءات الصور معايا على الشاشه هي يا دكتور اسامه صور على الشاشه هنا آه هنا طبعا ده المهندس طارق كان حد من آه حد من الـ الـ الناس الكويسين جدا كان جاي لي برضو طبعا كان وزنه قبل العمليه تقريبا حوالي 140 كيلو عملنا عملنا له طبعا هو بعد ما عملنا له التقييم الكامل وجدنا ان هو افضل حاجه ليه هو التكميم فيس. آه وفعلا الحمد لله عملنا له آه تكميم تكميم كان وزنه كام ووصل لكام؟ كان وزنه آه في الصوره الاساسيه كان آه كام تقريبا؟ كان تقريبا 140 او 140, 140. 140 بالظبط آه. 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 يعني في الصوره اللي هو موجود فيها دي تقريبا آه. وصل تقريبا حوالي 118 او في 115 فترة فترة في فتره تقريبا حوالي مثلا ثلاث شهور او اربع شهور هو لسه عامل من فتره قريبه من فتره قريبه آه بس يعني ما شاء الله ملتزم جدا ملتزم بالنظام الغذائي اه فعشان كده خدناه النهارده كان بيسال التزام في معانا شخص تاني آه برضو اجرى ده, ده بقى استاذ علاوي طبعا برضو من الناس اللي كانت آه ملتزمه جدا ما شاء الله تعالى نبص حاجات يعني فرق, يعني فرق شخص, آه شخص تاني شخص تاني خالص شخص تاني خالص, 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 آه خالص آه 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 علاوي كان معانا كان برضو كان وزنه تقريبا حوالي آه 148 كيلو 148 اه بالظبط تكميم برضو تكميم تكميم ده برضه عملنا له ساعتها تكميم لان هو كان اللايف سايت بتاعه مع, آه آه مع آه دلوقتي آه وزنه وصل تقريبا حوالي آه كان 87 او 88 على ما اذكر الصورة دي تمام بعد سنة من العملية. آه عايز اقول لحضرتك انه بقى شخص تاني خالص. وانا وانا عايز اعلق على نقطة هنا مهمة تمام جدا انه نظرته في الصورة الأولى وطريقة وقفته واكتافه بتعكس ألمه النفسي الداخلي حتى وان لم يظهره للناس. طبعا. الصورة التانية وانا شايفها هو في جانب من خالص. الثقه وجانب من خالص. الراحه خالص. النفسيه وجانب بالزبط. من الوقف هو انا مطمئ. عايز اقول لحضرتك آه. ان هم آه. برضو يعني يعني سواء مش مصطفى او استاذ علاوي آه. 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 اول ما جم برضو كان برضو عندهم نفس التخوفات برضو احنا خايفين من العمليه و, و دلوقتي عايز اقول لحضرتك بيندموا ان هم عملوش عمليه من بدري من بدري لا طبعا اه, آه طبعا اه طبعا بتحاول شخصيا خالص احيانا الواحد وزنه بيزيد ولكن قراره في اختيار اجراء الجراحه المناسبه لو تأخر بيبقى قرار خاطئ، واذا أخذ بدري فهو اخذ قرار ليغير مجرى حياته بشكل بالضبط. كبير جدا. آه قبل ما اقفل آه آه جراحات السمنه واخش على الفتاء بانواعه واستخدامنا للمناظير المتقدمه في آه علاج هذه المشكله، خليني اقول ايه هي الارشادات او ايه هي النصائح اللي دكتور اسامه دائما ما يوجهها لمرضاه بعد اجراء تمام الجراحات آه كويس جدا حضرتك سالت السؤال ده آه الحقيقه انا اي مريض آه بيجي لي او يعني الرساله اللي احب يعني اوجهها للمرضى آه مهم جدا جدا آه ان حضرتك اختيار آه مش الجراح زي ما قلت اختيار الفريق الجراحي اللي هيتابع حضرتك من قبل العمليه لما بعد العمليه. آه مهم جدا ان تعرف ان هو موضوع مش عمليه انا ببص جزء من المعده او بعمل تحويل مسار وخلاص لا في جزء منه زي ما هو جزء عليا، الجزء الاكبر على المريض. حضرتك لازم تلتزم بالتعليمات بعد العمليه، لازم تتابع كويس بعد العمليه، لازم تعرف ان هو انا بساعد حضرتك انك اه يعني هتشبع مثلا بسرعه، بس حضرتك لازم تلتزم بالاكل الصحي، لازم تلتزم بال يعني بنعمل تغيير لافكار المريض كلها، ليس مجرد ان انا ببص معده وخلاص وما اعرفوش تاني. تنتهي <applause> على المتابعه بعد العمليه لا تقل اهميه اطلاقا عن العمليه يعني حرصك على انك انت تختار جراح كويس ومستشفى كويس هتعمل فيهم العمليه لا يقل اطلاقا عن اهميه لا يقل اطلاقا عن ان انت تتابع تبقى هتتابع مع مين وهتتابع كويس ولا مش هتتابع دي نقطه مهمه جدا بلاش 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 انك تحاول يعني يبقى اختيارك للجراح او للفريق الجراحي قائم على السعر دي اهم نصيحه فعلا في الصحه دايما الغالي رخيص دايما لانه اللي حضرتك هتوفره عشان تروح مستشفى اقل او انك تستخدم الات اقل او تتعامل مع جراح اقل خبره ده ممكن يكلفك دي بس جراح مع شخص بدون بالزبط فريق بالظبط مش بس هيكلفك اموال اكتر لا ده ممكن يكلفك لا قدر الله حياتك او صحتك ودي طبعا لا تقدر بسمع في, يعني في بعض الاحيان ممكن الشخص يصبح لفترات طويله جدا يعاني يقول يا ريتني ما كنت اجريت هذه الجراحه ويا ريتني كنت رحت للجراحه الاكثر تكلفه او الاكثر سعرا في بعض الاحيان ما يبقاش ده خالص انا مش بقول كده ان آه ما يبقاش المقياس ليس هذا هو المقياس اطلاقا ما يبقاش كده لازم نشوف المؤهلات العلميه والخبره الجراحيه و كل ده لازم يوضع وهل معاه فريق فعلا ولا هو يعني هو جراح يعملي عمليه وخلاص كل ده لازم يوضع في الاعتبار كويس في بعض الاحيان وانا بنتقل في بالمناظير المتقدمه واخدها في طريقي كده وانا معدي احيانا وانا معدي ببقى محتاج اتعرف اكتر على ازاي استخدمها في الفتاء وايه العلامات اللي بتظهر على هذا الشخص اقول ان دي هذه درجه اولى درجه ثانيه من درجه تمام. الفتاء تمام الحقيقه يعني انا سعيد جدا ان فتحت الموضوع ده لانه الحقيقه الموضوع ده فعلا للاسف ما فيش فيه وعي خالص عند الناس كتير كتير جدا أولًا إيه هو الفتاء؟ إيه؟ الفتاء ده عبارة عن ضعف في عضلات البطن أو ثقب بيحدث في جدار البطن الخارجي. تمام؟ إيه؟ بينتج عنه إيه؟ بينتج عنه من جزء من الأحشاء الداخلية, الداخلية سواء الداخلية الأمعاء البطن أو منديل البطن أو القولون أو, أو, أو أيًا كان بيطلع من هذا الثقب أو من هذا الضعف. طيب الفتيات الحقيقة الفتاء من, الـ من, الـ من الأمراض اللي حصل فيها طفرة كبيرة جدًا باستخدام المنظار الجراحي الحية كتير جدا كان بيجي لي برضو مرضى عندهم فتاء سواء ايربي او سري او فتاء جراحي اللي هي الانواع الشهيره آه للفتاء آه. ويقول يا دكتور انا خايف جدا انا خايف جدا احط شبكه وبقعد بالدرنقه اسبوعين م. وفي ناس بتعمل العمليه ويرجع لها تاني ومش عارف ابن عمي عمل العمليه ورجع له م. تاني الحقيقه الفتاء من العمليات اللي محتاجه خبره كبيره في اجرائها مش اي هي جراح في الظاهر كده تظهر ان هي عمليه, عملية بسيطة, في بسيطه عمليه بسيطه بالظبط كده ولكن في مواضيع يعني في وفي فيها فيها جدا تفاصيل كتيره جدا تفاصيل كتير كتيره جدا اللي الحديث عنه بالضبط التفاصيل بالظبط بالظبط التفاصيل بقى بتشمل ايه؟ اولا التفاصيل بتشمل برضو زي ما قلت لحضرتك نرجع تاني للتقييم ما قبل العمليه ودي نقطه مهمه جدا دي نقطه في غايه الاهميه اللي كتير ناس ما تعرفوش ان الفتيات بيبقى ليها اسباب بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا انا مريض صدر وعندي كحه مزمنه وعلى طول بكح 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 وجاي لي بفتاء اربى او فتاء سري. هذا المريض ما ينفعش ان انا عمليات على طول. إيه؟ لو دخلته عمليات على طول نعمل العمليه ممكن بعد خمس وست شهور يرجع له. إيه؟ وده للاسف اللي بيحصل مع الناس والناس تيجي عندها فكره. الطبيعي انه انه يعني لو عمليه الفتاة اتعملت مظبوط عمليه الفتق الايرابي او السري مع التركيب الشبكه المظبوط او بالتكنيك المظبوط نظريا الشركة. طبعا ودي هنرجعها طبعا دي هنرجع لها طبعا طبعا نظريا المفروض الفت ما يرجعش تاني تمام لو في حصل خلل في التقييم قبل العمليه او جوه العمليه او 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 استخدام ادوات مش احسن حاجه ده الاسباب ارتجاع الفتاء طيب خلينا اقول لحضرتك رقم واحد في عيان الفتء لما بيجي لي لازم اعمل له تقييم كويس جدا هل في سبب ادى لظهور الفتاء ولا لا تمام ايه الاسباب المشهوره الامراض الصدريه احيانا بعض امراض البروستاتا طبعا طبعا امراض القولون العصبي والامساك المزمن العيانين دول كده حد تلاقي عنده بطنه ظاهره كده فيقول لك دي دي مش بطن ده 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 دفتاق. دفتاق. ده فتاء ده ده مش كرش <applause> ده قولون آه. وبيظهر لي لما مش عارف ياخد كذا. آه بص هقول لحضرتك طبعا آه. هي طبعا في اغلب الاحوال طبعا ده بتبقى طبعا آه. هو كرش كبير او, أيوة أو يعني عنده طبعا موضعيه بياخدها وفي بعض الاحيان عايز آه. اقول لحضرتك بتبقى الحقيقة. بتكون حقيقة بتكون آه. بيكون شخص عنده فتاء وخايف يعمل العملية ويفضل فتى يكبر يكبر يكبر, يكبر يبقى يبقى لغاية لما يبقى بطن فعلا حقيقية آه. مع البطن. شكل كده شكل شكل مميز يعني. طبعا اه طبعا طبعا فالتقييم المريض قبل العملية ده مهم جدا. طيب نيجي بقى لنقطه العمليه دي بقى اللي فيها كلام كتير جدا م. اولا دايما الجراحه التقليديه للفتاء اللي كل الناس عارفاها هي الجراحه التقليديه ان انا بفتح فتح جراحي وبنصلح من خلاله هذا الثقب ونرجع الامعاء او الأشياء اللي طالعه بالظبط كده وبنحط الشبكه بتاعتنا ونقفل تاني دي الجراحه التقليديه اللي يعني 95% من المرضى عارفينها عرفين. الجديد بقى دلوقتي مع جراحه المنظار الوضع اختلف تماما اختلف بقى في ايه اقول لحضرتك المريض الجراحه التقليديه دايما كانت شكوى كثيره جدا للمرضى انه يجي يقول لي انا دايما حاسس بشد انا حاسس ان في جسم غريب موجود تمام دكتور انا لي مثلا عدى اسبوعين انا مش قادر ارجع شغلي انا كل ما امشي احس بشكه احس ان انا لسه تعبان ده اختلف تماما مع استخدام المنظر الجراحي ليه بقى؟ هقول لحضرتك، احنا في الفتق الجراحي العادي، الجراحه العاديه زي ما قلت احنا بنفتح فتحه على الفتاء، وبنرجع الاحشاء جوه البطن تاني، ونقفل جدار البطن الضعيف في هذا المكان، وبنحط الشبكه شغل. الجراحيه بتاعتنا علشان نقوي جدار البطن في هذا كويس. المكان. فبالتالي الشبكه محطوطه فين؟ محطوطه على جدار البطن من بره، تحت الجلد. ففي بعض الاحيان بيب... بيفضل شعور المريض بهذا الجسم الغريب لان في النهايه الشبكه دي جسم غريب، موجود. وللاسف بيبقى يعني الحلول بالنسبه لي كجراح بعد العمليه قليله يعني بضطر اقول للمريض خلاص تعايش مع هذا هذا الشيء اه خد مسكنات خد مش عارف ايه واحد واحده عليها وعاده بيعتاد أوه. المريض عليها بس ما بيبقاش مرتاح بس هو أوه. بيعتاد خلاص اتعود على هذا بالضبط كده وخلاص وبيكمل حياته كده وخلاص مع المنظار الجراحي الوضع مختلف ليه بقى انا عن طريق المنظار الجراحي انا بدخل جوه البطن بالمنظار برجع الـ الـ يعني لو ده جدار البطن الـ الـ الخارجي انا كل شغلي من جوه من جوه ارجع تاني هذا الاحشاء الاحشاء وما الى ذلك كل وهذا الثقب وهذا الثقب بنحط عليه بقى الشبكه شبكه أوه. مخصوصه اه الشبكه مختلفه جوه البطن تماما فلا بالزبط. يشعر المريض لا يشعر بالقلم اللي بتحشر عليه الشبكه من بره بالظبط كده بالظبط كده اه بالاضافه طبعا انا لما ببقى شغلي كله جوه مش بنحط الدرنقه اللي طبعا برضو كانت شكوى دايما للمرضى طبعا طبعا الدرنقه واحساسه بالدرنقه دي انا مش عايز ابقى خارج بدرنقه ما تحطهاليش طبعا في الخارج في واحد ممكن ما يعملش كتير هذه العملية لا يعني اه يعني <applause> اشخاص كثيرين ما يعملش <applause> هذه هذا الاجراء وهذه الجراحة يقول لك من الدرناء ما مشيش انا بالدرناء بالشكل ده وبعض الاحيان بالزبط الناس الكبيرة كمان بالضبط بالضبط طبعا بيخاف منها خصوصا لو الفتق مثلا كبير فتق سوري ولا ممكن أوك. في بعض الاحيان ممكن نسيب الدرناء ممكن تقعد اسبوع لو فتق حجمه كبير <applause> أه عايز اقول مريض الفتق بالمنظار يعني في كثير من الاحيان بيرجع شغله بعد يومين او ثلاثة ايام عكس الـ الـ المريض اللي بيعمل الفتق الجراحي العادي كيش. طيب هل كل مريض فتق ممكن يعمل بالمنظار الحقيقه ده بلا اه ده, ده دي نقطه, ودي مهمة, نقطة جد. مهمه جدا نقطه آه. مهمه جدا بالظبط عشان كده بقول لحضرتك ان هو الموضوع محتاج خبره آه كويسه جدا في انتقاء المريض اللي برده هذا المريض انا في بعض المرضى برضو يقولي لي ويقول لي مثلا احنا سمعنا يا دكتور عن الفتق بالمنظار وانا عايز اعمل فتق منظار اقوله انا لو مكانك مش هعمله بالمنظار ليه ما بنعملش بعض يعني إيه لو حبينا نفرق مين الشخص اللي بيعمل بالمنظار ومين الشخص الحقيقه الحقيقه برضه بتتعمل كيس باي كيس برضه يعني في بعض الاشخاص خلينا متفقين دايما بالظبط كده كل حاله طبيعتها وتكوينها ومشكلتها دي مختلف مهمة تماما جدا عن دي نقطه مهمه جدا لازم الـ الـ الناس كلها تبقى عارفاها في الطب للاسف بعض الناس بتتعامل مع الطب كالرياضيات ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين ده قانون مش موجود في الطب اطلاقا ليه لانه مثلا انا وانت احنا الاتنين عندنا فاتي إيه بي انت رحت عملته جراحه او جراحة عملت مثلاً منظار يبقى لازم انا لما اروح لازم ينفع بالمنظار آه. لا حضرتك عملت تكميم انا رحت عملت تكميم يبقى انا كمان ينفع لي ممكن يبقى تكميم. احنا نفس حلو. الوزن ولكن التكميم ينفع لي بالزبط. وما ينفعش بالزبط. الحاله دي مهمه جدا آه. لان هو ده للاسف اللي بيحصل زي الأستاذ مصطفى لما اتذكر آه. قال لك انا عايز اعمل تكميم, تكميم, تكميم عملت بيه. بيه. تكميم. وت... ال... تكميم هنا تحول هنا تحول المريض الى مشخص بالزبط. لا لا هو هنا تحول المريض الى شخص شخص الحاله والجراح الى مؤدي بالزبط. منفذ لرغبات وطلبات هو واحتياجات المريض دور يعني. دور كبير جدا للجراح هو اختيار العمليه المناسبه للمريض مم. تمام اختيار العمليه المناسبه اختيار المستشفى المناسبه اختيار الـ الـ الشبكه المناسبه ودي نقطة مهمه جدا هنتكلم فيها هنرجع تاني آه جراحيا امتى جراحيا وامتى بالمنظار بالظبط كده آه. المنظار ليه اندكيشنز معينه في عيان انا اقول له انت حرام عليك تعمل فتح مم. يعني انت عملت فتح انت فاني حرام عليك انت يعني لازم تعمل منظار او يعني احسن حاجه ليك انك تعمل منظار. ليه؟ ليه بقى؟ هقول لحضرتك، هنفترض مثلا مريض عنده سمنه مفرطه وعنده فتاه. مريض مش لازم تكون يعني 150 160 كيلو بس وزنه مثلا 100 120 كيلو. هذا المريض بعد عمليات الفتاء عايز اقول لحضرتك انه بيدخل في مضاعفات كثيره جدا، التهابات، جروح، الجرح يثبتك بمعنى اصح او بالظبط كده بالظبط كده هذا المريض اللي آه. بيكون السائل اللي هو السيروما مم. اللي هو السائل اللي بيتكون نتيجه آه. العمليه بنضطر ان احنا نسيب الدرنقه فيه احيانا اسبوع واحيانا اسبوعين آه بضطر افتح له فتحه كبيره قوي يعني اضطر افتح له فتحه بدل مثلا الفتحه التقليديه بتاعه مثلا 5 سم او 7 سم اضطر افتح له فتحه 8 سم او 10 سم تمام فبالتالي المريض ده بقول له لا حضرتك المنظار هيفرق معاك جدا جداً, جدا 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 بكل اجراء الافضل والامن والاسلم بالزبط. في حاله الوزن المرتفع بالزبط. جداً بالزبط. وخوفاً من المضاعفات المصاحبه طيب نكمل بس مارده. خلينا صوت تليفوني يا محمد اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا ابو محمد, محمد اتفضلي الله استاذنك يا محمد, محمد. اسالي فضل. بس الاول صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون ماشي يا محمد دكتور انا ام محمد عندي 48 سنة. اهلا وسهلا بيكي. بتحصل يعني تحت الجنب الشمال جنب الساعة من تبط من من التسع أسبوع. بالكاسة كده بتاعت يعني لا حاولي توضحي يا أم محمد. تمام أنا مش سامع حضرتك كويس. أنت إيه ع... في عندك القولون وفي مشكلة في الجنب الشمال صح كده؟ ايوه ايه بقى المشكلة اللي في الجنب الشمال؟ رحت عملت رحت للدكتور عمل لي رسم قلب كويس ده رسم القلب ما فيهوش حاجة حلو بس ما عملتيش علاج كده وما عملتش حاجة بعديها بس برضه نفس الألم يعني أنتِ المشكلة اللي بتظهر على حضرتك هي وجود آلام في الجنب علام الشمال علام. صح كده؟ أيوه أيوه فالدكتور شخصك عمل رسم قلب أو اي أيوة. سي جي فطلع الدنيا كويسة فانت عاوز تعرف أيوة ايه هي المشكله مظبوط كده ايوه عاوز المشكله بس دراعي دراعي بيوجعني في الجنب الشمال تمام تمام يا ماشي محمد ماشي انا بشكرك شكرا جزيلا يا ام محمد هنروح لفاصل ونعود مره اخرى نكمل موضوع المناظير المتقدمه ونجاوب على ام محمد ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم المناظير المتقدمه واستخداماتها الجراحيه كنا بنستخدم عن كنا بنتكلم عن الفتاء والاجراء المناسب امتى يكون جراحي وامتى يكون الاجراء منظار وكنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالمنظار لو في حاله السمنه المفرطه والشخص وزنه زي جدا فيفضل استخدام المنظار تمام, استخدام المنزار. تمام. آه آه الحاجه التانية طبعا اللي بنقول فيها بنرشح فيها جدا استخدام المنظار في علاج الفتاء مرضى السكر الحقيقه خصوصا لو هو ان او يعني مش محافظ على السكر بتاعه على السكر بتاعه لان المرضى دول للاسف التهابات الجروح بعد العمليات بتبقى عاليه قوي آه فبيبقى ساعتها طبعا استخدام المنظار بيبقى هايل جدا بالنسبه لهؤلاء المرضى آه المرضي ايه تاني لو عنده اكتر من فتاء يعني مثلا زي مريض مثلا عنده فتاء رافع عن الناحيتين ده طبعا ده طبعا برشح له طبعا جدا المنظار لانه هو من نفس الفتحات انا هشتغل الناحيتين بيخرج المريض آه مش حاسس باي تعب آه بيقدر يرجع شغله ممكن بعد زي ما قلت يومين او ثلاث ايام آه ده لو عمل بالجراحه التقليديه ممكن يقعد اسبوعين مثلا قبل ما ينزل شغله كويس. آه طب ايه المرضى مثلا ممكن ما ينفعلهمش؟ هو اللي جراحه بقى بالظبط <applause> مثلا لو مريض حجم الفتق كبير جدا، فتق ايربي مثلا حجمه كبير جدا، بقول له لا ده الجراحه فيه افضل، ليه المنظار مش هنقدر يعني ترجيع الفتق بهذا الحجم مش هيكون افضل حاجة مش هيكون, هيكون افضل, أفضل حاجة. حاجة بالاضافة انه الفتق الكبير بهذا الحجم بيبقى ليه ديفكت كبير أو ليه يعني جدار البطن آه. مترهل بشكل محتاج قوي محتاج يتصلح يعني. بالضبط محتاج يتصلح جراحيا مش هينفع بالمنظار فده بيرجع لايه في النهايه بيرجع زي ما لخبره الجراح ان هو في مريض ان هو لا مش برده حسب رغبه المريض لا بناء على الحاله ده افضل له المنظار او ده افضل له الجراحه طيب نرجع لنقطه مهمه جدا وهي نقطه الشبك استخدام الشبكه الجراحيه تقريبا بقى مانداتوري في كل يعني طب. مفيش عمل عين بيعمل عمليه فت ما بيركبلوش شبكه الا لو فاتكم مختنق بقى وفي التهابات او في جزء ميت من الامعاء سواء افتاء او شد البطن بشكل عام بيركب بالظبط دي حالات قليله جدا انما الرول او القاعده ان لازم طبعا بنركب شبكه هي هنا بدي النقطه للاسف برضو اللي ما فيهاش وعي كتير جدا م. وده للاسف برضو بعض المرضى للاسف يجي مثلا يقول لي عمليه الفتق يا دكتور لا ده انا مش عارف سالت عند مش عارف سين من الناس أوه. قال لي لا ده انا هعمل عمليه الفتق كذا كويس طب حضرتك عارف هيركب لك انهي نوع شبكه؟ نوع الشبكه مهم كده انا عايز اقول لحضرتك نوع الشبكه ده 50% من العمليه كويس 50% من العمليه حرفيا ليه؟ م. لانه لو تركب انواع الشبكة للاسف برضو يعني حتى الجراحين اللي مش بيشتغلوا عمليات فتاق كتير ممكن تلاقيهم اصلا مش عارفين الفرق مش انواع الفرق بين انواع الشبك هو هذا الموضوع يحتاج الى حلقه لوحده طبعا ولان طبعًا وقت الحلقه بتاعتنا تقريبا طبعًا انتهى طبعًا فخلينا آه نجاوب آه على طبعًا. اتصال ابو محمد وفي حلقه قادمه اخرى ممكن نتكلم عن كيف نختار الشبكه وما هي, الشبكة, وما هي الشبكه المناسبه لكل حاله وهذه الاجزاء طيب ام محمد بقى انا انا طبعا انصحها بالتوجه لطبيب باطني او طبيب امراض قلبيه لان هو طبعا وجع الناحيه الشمال, الشمال, مع الكتف, مع الكتف الشمال, 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 طبعا ده حتى لو رسم القلب طلع سليم في حاجات تانية بتشخص امراض القلب زي انزيمات القلب وموجات صوتيه على القلب فمهم جدا ان احنا نروح طبعا لطبيب باطني او تخصص امراض قلب يعني كويس أه ودكتور اسامه والعيان خارج من عنده من العياده في بعض الاحيان ممكن يحب ان يكتب له نصيحه ما هي النصيحه التي تحب ان نكتبها على رشد الدكتور اسامه في نهايه م. هذه الحلقه احب اقول للمرضى كذا نقطه مهمه الحقيقه اولا ان استخدام التكنولوجيا الحديثه حاجه جميله جدا وخلتنا نتغلب على مضاعفات كثيره جدا وخلتنا نزود راحه المريض بنسبه كبيره جدا مع تعليقي على الحاجتين انه استخدامها لازم يكون استخدام حكيم بمعنى إيه؟ بمعنى ان زي ما قلت مش كل مريض ينفع يتعمل له مثلا بالمنظار زي في عينين الكتاب دور الطبيب أو دور الجراح الحقيقي هو في اختيار المناسب لكل مريض أن هذا المريض هو مناسب له المنظار هذا المريض مناسب له الجراحة هذا المريض مناسب له الشبكة الفلانية وهكذا فبالتالي اختيار الطبيب أو اختيار المعالج ليك ده في غاية شيء مهم جدا الشخص الحكيم الامين في نفس كويس الوقت الدكتور اسامه رفاعي محمد مدرس واستشاري الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب الاصلي انا بشكرك شكرا جزيلا آه 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 أسعدتني هذه الحلقه نظرا للمعلومات الطبيه القيمه الصادقه من الدكتور اسامه آه دائما اؤكد على انه التشخيص الجيد يساوي اجراء جيد والمتابعة الجيدة من الطبيب والتزام المريض هما أساس نجاح أي عملية جراحية عشان العملية الجراحية تنجح لازم تلتزم بالتعليمات ولازم تكون رحت اتشخصت بشكل جيد ولا تعتمد على فكرة البروباجندا الإعلامية اللي في بعض الأحيان قد لا تكون صادقة إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقات قادمة أخرى ولحد ما أشوفكم في حلقة قادمة لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صقر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته